لكن الحمد لله رب العالمين احنا في بدأنا اصلا تياترو مصر ده في البداية خالص كان بيجي لنا تقريبا 4-5 بتاع واصحاب استاذ اشرف يعني كمان وبيخليهم يدفعوا تيكت عشان بس نعمل يعني موضوع. وواحدة واحدة الموضوع سمع ابتدت مسرحية واسلامات دي تتعرض في التلفزيون فابتدى يبقى الحمد لله رب العالمين يعني تعمل رد فعل جامد فابتدى بقى يجي جمهور في المسرح. فضل الموسم الاول ده جمهور يعني بيبتدي يتفاوت نص الصالة تلات ارباع الصالة بتاع ابتدت على اخر الموسم الصالة تبقى كومبليت الحمد لله رب العالمين. في مسرحية بقى اللي هي تقريبا احنا وهم مسرحية دي اسمها احنا وهم المسرحية دي كانت اللي هي عن احنا في المصيف وعيلة فقراء وعيلة اغنية فلا ليه معاه ذكريات كتير لانه ربيع كمان في الحتة اللي بيقول فيها احنا فقراء وبيضرب ابرام دي في الاول في البروفة كان بيقولها بس ما بيضربش يعني بيقول له احنا فقراء وبيزقه كده وبتاع. جينا في المسرح ربيع قال له احنا فقراء واداله قفا انا بقى اللي جنب قفاه يعني انا الناس تحت تسمع او في التلفزيون بتسمع من بعيد انا اللي القفا لازق في يعني فيا انا ودني وجعتني ودن انا مش قفاه بقى. وانا حتى في المسرحيه دي كنت بقول حاجه كنت بحبها بتاعت انا امتى هشوفك نفسي اشوفك راجل مره واحده دي برضه دي كنت بحبها لانه كان بيقول لي مش مهم مش لازم تشوفني فقراء فبقول له امتى قال لي في الجنه عادي مش لازم هنا يعني. لا امي كانت ضد التمثيل خالص كانت ضده يعني وكانت بتحاربني ان هي مش هتاخد مصروف عشان تنزل الجامعه يعني كنت بروح الجامعه في الاول صايع لما ابتديت اعمل نشاط يعني وانا صايع وبلعب تحت في الجامعه كانت بتديني فلوس اول ما ابتديت اعمل نشاط وابقى انسان محترم واروح بقى قالت لا طب تروح تلعب هتروح تمثل مش عارف ايه يا ابني وانت عايز تعرينا ومش عارف ايه فلا مش هتمثل فمش هتاخد مصروف فبقيت بقى ايه اتغلب على موضوع المصروف ده ودي برضو قصة يعني ما حدش يعرفها بقيت اتغلب على موضوع المصروف ده ان محمد انا ومحمد عبد الرحمن عملنا مشروع في فريق التمثيل ان احنا بنبيع سندوتشات عبد الرحمن بيعمل السندوتشات واللي بيعمل السندوتشات فبيحط بيقول له عايز ايه فيقول له بيقول له عايز جبنة انا كل ما افتكر الموضوع فيقول له عايز جبنة فيقول له عينيا ليك بس عايز جنب بقى ايه صاحب معانا يروح حاطط الجبنة يقول له حط لك كاتشب ماشي والله هو يعني جعان قوي فيقول له ايه يقول له ماشي حط فيحط احط لك مايونيز وهو ايه بيبلع ريقه كده فيروح قايل له ايه يروح قايل له لا مش عايز مايونيز يقول له يا عم افهم بقى ده المايونيز ده ايه احط لك خيار فيحط خيار هم هو ايه مش قادر خلاص هيموت بقى على السندوتش عمل السندوتش جامد قوي يروح عامل كده يروح واكل منه نصه فياكل نصه وبعدين يقول له امسك فيقول له ايه ده يقول له السندوتش بتاعك يقول له بتاع ايه انت اكلت نص يقول له هو انا ايه مش انا اخوك ماشي فيقول له انا اخوك ايه يا عم انا اخوك ايه ده انت اكلته خده كمله يقول له ما مش هينفع اكمله ده اكل عيش مش هينفع اكل منه بتاع انما انت انا اخوك اديني يعني عادي ما فيهاش حاجه وبتاع فيقول له يروح هو يقول له لا والله ما هكمله يقول له يندهلي والنبي يقول له معلش عشان مش هينفع اكل من ده البضاعه ينفع اكل البضاعه انما انا اخوك عادي وبتاع المهم الواد يعني ياكل نص سندوتش ويمشي طول اليوم بقى العيال بتاكل انصاص بس هو بقى جعان يا عيني وعمال ايه يعمل سندوتش حلو قوي وراح واكل نص واقول له هو انا مش اخوك فالعيال يقول له ماشي يا عم وبتاع فابتدت العيال يعني هو يصعب عليهم هو صاحب السندوتشات ابتدى يقول له كود 2 واحد ليك واحد ليا يعني اللي هو ايه عشان خاطر ايه تسيب لي السندوتش كله اكله لوحدي